السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو أعزائي المشاهدين فلنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رغم الظلم الذي تعرض إليه رياض محرز ينتقد ويتوعد الجميع، حيث أعزائي المشاهدين رفض الدولي الجزائري المتألق رياض محرز الاستسلام ورفع الراية البيضاء، وذلك رغم بقائه خارج الخدمة منذ بداية سنة 2019 وخاصة عشية أمس في نهائي كأس الرابطة. وأكد أيضا صاحب القدم اليسرى السحرية بأنه سينتفض، وذلك رغم الظلم الواضح الذي يتعرض إليه من طرف مدربه بيب غوارديولا لأسباب مجهولة حتى الآن أعزائي المشاهدين. وأيضا توعد ابن سارسال بالاستفاقة في أول فرصة ينالها من طرف الطاقم الفني لمانشستر سيتي سواء من البريمير ليج أو الكأس، ويذكر بأن النجم المنتخب الجزائري يعيش أوقاتا جد عصبة منذ بداية سنة 2019 كما قلت لكم في سيناريو مؤسف بعد انطلاقة موسم قوية جدا. طبعا رياض محرز مهمش من قبل بيب غوارديولا، وهذا لعنصرية كبيرة منه لمدة 9 مباريات أعزائي المشاهدين، ولكن رياض محرز يريد الاستفاقة. وطبعا أعزائي المشاهدين هذه نقطة بداية إن شاء الله تكون جيدة لرياض محرز، وطبعا نتمنى أن تكون هذه الاستفاقة هي خروج من مانشستر سيتي. طبعا لم أقل هذا عن غير قصد، بل أقول هذه المقولة أن يخرج من مانشستر سيتي لأنكم أعزائي المشاهدين أنتم من تشاهدون هذا توافقونني الرأي، وذلك عبر التعليقات التي قرأتها في الفيديوهات السابقة. الكل يطلب من رياض محرز أن يخرج من نادي مانشستر سيتي وينتقل في الماركاتو الصيفي في أي صفقة ممكنة، وطبعا الجزائر كلها تتمنى هذا لأن رياض محرز إذا بقي في مانشستر سيتي سيتحطم أماله وستحطم كل أحلامه وتنطفئ تلك اللهبة والشمعة حبه لكرة القدم. وطبعا أعزائي المشاهدين هنا ينتهي هذا الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم كل ما هو جديد، والسلام عليكم.